وتعقيبا على هذه الاجتماعات الهامه جدا وزياره مجلس اداره النادي الاهلي الى دكتور اشرف صبحي صباح اليوم في وزارة الشباب والرياضة ومناقشة العديد من الملفات الهامة والمحورية خلال الفترة القادمة، والأمر متعلق أيضا بملف الجماهير ومباراة تاونشيب بطل بوتسوانا بإذن الله خلال منتصف هذا الشهر الجاري، وملف عودة الجماهير وطلب النادي الأهلي إقامة مباراة تاونشيب في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى على استاد القاهرة بإذن الله. ينضم إلي في هذه اللحظات دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي للحديث معنا كل هذه الملفات وهذه الزيارة الهامة جدا من النادي الأهلي إلى وزارة الشباب والرياضة. دكتور سراج، أولا برحب بيك وكل سنة حضرتك طيب، وطمنا على تفاصيل هذه الزيارة وهذا الاجتماع الهام برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والتهنئة لوزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي. ربنا يخليك يا محمد، كل سنة وأنت طيب وكل السادة المستمعين بخير، ويعني تحياتي لكل المشاهدين. زيارة مهمة جدا دكتور سراج، وبالتأكيد فيها اطروحات وفيها ملفات كثيرة جدا، خاصة ان مجلس إدارة النادي الأهلي كان حريص على رد الزيارة لوزير الشباب والرياضة، خاصة انه كان سعى بشكل كبير الى زيارة النادي الأهلي فور توليه المسؤولية، لكن مجلس إدارة كان حريص على رد الزيارة وتقديم التهنئة له بعد توليه المسؤولية. طبعا لا، هو كان طبعا كنا تشرفنا بزيارة السيد الوزير، كان من حوالي اسبوع لما جه زار النادي الأهلي، ودي طبعا كانت زياره يعني زي ما كابتن محمود خطيب قال النهارده، ان كانت الزياره دي كنا نتمناها طبعا من بدري، كنا احنا عايزين نسبق بزياره دكتور اشرف صبحي، هو سبق بيها واحنا يعني طبعا بعديها زرنا على طول النهارده. في تواصل طبعا ما بين النادي الاهلي وما بين وزاره الشباب والرياضه في امور عديده، يمكن كان من ابرزها النقاط اللي اتكلمنا فيها النهارده اللي كانت خاصه بحوادث الجماهير، وفي الحمد لله يعني تفاؤل او تفاهم كبير في وجهات النظر ما بين الطرفين. يعني انا متفائل بيه ان شاء الله خير انه يكون في حل للمشكله الكبيره اللي شهدتها صحه الرياضه في مصر على مدار سنوات، ان هي ان شاء الله تتحل باذن الله في الفتره القادمه دي ان شاء الله. بالتاكيد النادي الاهلي كان سباق في هذا الملف، وهناك لجنه لتحديث دخول الجماهير للمدرجات وبطاقات الجماهير، وهذه اللجنه بتعقد اجتماعات عديده خلال الفتره الاخيره برئاسه المهندس خالد مرتجي، وحضرتك دكتور سراج احد اعضاء هذه اللجنه. هذا الملف ايضا كان من ضمن الاطروحات والملفات اللي ناقشتوها مع الدكتور اشرف صبحي، في ظل انه كمان طلب يعني دراسه هذا الملف في ان ياخد تجربه النادي الاهلي اللي يطبقها بشكل عام على الملاعب وعلى الرياضه المصريه. مظبوط، هو دكتور اشرف حقيقه راجل اكاديمي وعلمي، وراجل يعني بيتكلم بشكل يعني في ترتيب كتير في افكاره وفي الخطوات اللي بيعملها كلها مدروس، فيمكن ده اللي كان حتى بيتكلم فيه النهارده، ان هو اتكلم معاه على تجربه النادي الاهلي. زي ما انت قلت يا محمد، اللجنه دي يمكن شكلت من مجلس اداره النادي الاهلي في الفتره اللي هي طبعا بعد الاحداث اللي حصلت في مباراه مونانا، فكنا بدانا نفكر طيب النادي الاهلي ازاي يبدا يحط التصور لحل المشكله دي، حتى بشكل عام ان نقدم نموذج مثالي يضاهي اللي بيحصل في الانديه الاوروبيه والعالميه، واللي يقدر ان هو يتماشى مع طبيعه المشجع المصري وطبيعه الملاعب المصريه الموجوده حاليا، ويقدر ان هو يتعامل حتى بقى بعد كده بشكل عام بالانديه المصريه، ان احنا يعني التجربه دي نفسنا ان الجميع يستفيد منها. ففعلا شكلت اللجنه كانت برئاسه المهندس خالد مرتجي، وكانت عضويه استاذ طارق قنديل، وانا برضه احد الاعضاء في اللجنه، وقعدنا طبعا على اجتماعات متتاليه ان احنا نوصل لشكل معين لتطبيق عمليه سواء التذاكر او دخول الجماهير او عمليه تامين المنشا نفسه. فطبعا قعدنا مع اطراف كتير، وان شاء الله باذن الله يعني المفروض خلاص احنا بنخلص خلاص تصورنا خلال الايام القليله القادمه، وهيتعرض بشكل نهائي على مجلس اداره النادي الاهلي، ومن ثم برضو على وزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي بناء برضه على طلبه، ان هو حابب ان التجربه دي هو يراها بنفسه وتعمم على باقي الانديه، وتبقى الوزاره برضه تستخدمها، ويبقى في تعاون. هو الحقيقه يعني الدكتور اشرف صبحي عنده حماس كبير جدا لعوده الجماهير، وعنده خطه يعني واضحه المعالم وخطه مدروسه، يعني سواء التوعيه الجماهيريه او سواء دخول الجماهير في وقت مباريات. ف ان شاء الله النادي الاهلي اكيد هتعاون مع الدوله في الملف ده. طيب جزئيه اخرى ايضا دكتور سراج متعلقه بقانون الرياضه والاستثمار
والنادي الأهلي في هذا الملف تحديدا له أفق واسعة خلال الفترة القادمة للتقدم والحصول على أعلى الموارد، ويعني أن النادي الأهلي ينطلق في هذه المسألة نحو العالمية، وخاصة حضرتك كمان كنت سافرت خلال السنوات أو الفترة السابقة إلى أوروبا وحضرت ندوات كثيرة جدا، وشاركت أيضا في مسألة صناعة كرة القدم في نادي ريال مدريد عندما وجهت الدعوة للنادي الأهلي من نادي ريال مدريد. هذا الملف تحديدا عندما تم مناقشته النهاردة مع دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أي مدى خلال الفترة القادمة سننطلق في هذه المسألة بعد تعديل أو بعد متابعة قانون الرياضة خلال الفترة القادمة؟ لا حقيقة زي ما أنا قلت لك محمد، هو دكتور أشرف يعني يمكن متابع الأمور بشكل قوي وطالع يمكن حتى على ما يدور في السحر الرياضية في مصر بشكل قوي، وحتى على النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، ويمكن ناقشنا بده وهو كان متابع حتى ده في سؤال السفريات الخاصة بيا بره واتكلم معاه فيها، وقال لي برضه دي حاجة إحنا حابين نستفيد منها، ودي حاجة طبعا تشرفني إحنا يبقى في بيننا وبين وزارة الرياضة بإذن الله كل ما هو يفيد يعني لصالح الرياضة المصرية، لأن ده دور النادي الأهلي، ده إحنا متعودين ربنا على كده، دور النادي يكون دايما ريادي سواء في مصر أو حتى على الصعيد القاري. فبالنسبه طبعا للجزء بتاع الخاص بالاستثمار، انا شايف انه الفتره برضه القادمه دي هيكون في اكيد تغيير كبير في الاسلوب او في المنظومه، ده اللي انا لمسته يعني النهارده في المقابله، انه هو دكتور اشرف متطلع انه يبقى في افكار جديده، ما يبقاش في عوائق، ما يبقاش في معوقات اللي هي بتاخر الرياضه المصريه سواء في القانون او في الاستثمار الرياضي، هيبدا يبقى في المجالات تكون مفتوحه اكتر من الاول، وبشكل برضه مدروس مش بشكل عشوائي او بشكل ما فيهوش رؤيه. يعني احنا في فرق يا محمد يمكن بين الاستثمار وما بين ان احنا بنتكلم ان احنا بنصرف فلوس وخلاص، يعني الرياضه عشان بالظبط يعني الاستثمار يبقى ناجح لازم يبقى في خطه مدروسه، لازم يبقى في بلان واضح انت اهدافك ايه و حققها ازاي وصالح العام للرياضه رايح على فين. لكن احنا دي التجربه اللي انا حتى لامس ان الوزير متجه عليها، لكن طبعا يعني الفكره مش فكره ان انت يبقى بتضخ اموال في المجال وانت مش عارف انت بتبتدي منين وهتبتدي فين واهدافك ايه وطموحاتك ايه، ده ما بيطورش ولا رياضه في مصر ولا رياضه في العالم، لانها صناعه، الرياضه وكره القدم اصبحوا صناعه. بالظبط يعني بالظبط، فالصناعه دي لازم تدرس بشكل مظبوط، يبقى في تأني، يبقى في معروف انت هتنفذ ايه. طيب التطوير ده مش بس ان انت بتصرف، ده برضه لازم في تأهيل للكوادر الشبابيه، وده اللي اتكلم فيه برضه الدكتور اشرف النهارده انه برضه من ضمن الخطط يبقى في تأهيل الكوادر الشبابيه بشكل علمي مظبوط، سواء في قطاع الرياضه او في قطاع الشباب برضه هو بيندرج تحت وزاره. فده كله طبعا اتكلمنا فيه واحنا بنتفائل ان شاء الله خير الفتره القادمه دي باذن الله. باذن الله كلنا متفائلين خلال الفتره القادمه باذن الله. دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاطلاله والمتابعه الهامه جدا لزياره مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب الى وزاره الشباب والرياضه، وتقديم التهنئه لدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه.